بسم الله الرحمن الرحيم. لمسنتك محمد، ناشط حقوقي وفاعل جمعوي. نطالب السيد وكيل جلالة الملك وعامل إقليم مولاي يعقوب بالتحقيق مع الرئيس الجامعة القروية سبع روادي حول الترخيص لإخوته باستغلال ملك الدولة، وأيضا مع أب الرئيس حول الاستيلاء على شيكات لمستشارين في الجامعة تحت عنوان الابتزاز السياسي بسبع روادي. كما أوجه طلبي إلى الغيورين والفعاليات المجتمع المدني من أجل التحرك لإبطال مخططة الرئيس الجامعة الرامية إلى ضرب مضامين الدستور عرض الحائط.